قدمت مع زوجتي للعمرة وجاءتها الدورة الشهرية عند الإحرام بالميقات أبيار علي، ونوت الإحرام بالعمرة واشترطت، وإلى الآن ما زالت الدورة الشهرية مستمرة، ونريد السفر غدا بمشيئة الله لأننا مرتبطون بمجموعة وموعد طيران، فماذا نفعل؟ وهل لها أن تدخل المسجد للطواف والسعي؟ لا، ما دامت حائضا فلا تطوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: أرى أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، انتظروا جزاكم الله خير، انتظروا معها يوم يومين، إن الرفقة أطاعوا، وإلا أنت تجلس معها حتى تكمل. إلا إذا التزمت أنك تسافر بها، وإذا طهرت تأتي بها فلا بأس، أما أنك تفسد عليها عمرتها والمسألة مسألة يوم يومين، استعينوا بالله واصبروا وأنتم على أجر إن شاء الله. نعم.